متحدية الحواجز الأمنية التي تمنعها ومرافقيها من التقدم، تستميت ليلى في الدفاع عما تعتبره حقها في وظيفة حكومية، أسوة بالألاف من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. ليلى تخرجت من الجامعة منذ عام 2005، وهي تشارك اليوم العشرات من العاطلين عن العمل احتجاجهم للمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي يقضي بتوظيفهم بشكل فوري. انت تعرفوا انتم القطاع الخاص يوصل، معناها كي تخدم معاه كي توصل، معناها مش كيف القطاع العام باش تاخذ حقك، باش تطالب حقك يقول لك هذاك الموجود ما كانش سامحني لبرا. لقيت انا في اخر الوقت اللي انا لبرا كي طلبت بحقي باش يعني معناها زياده في المرتب نتاعي، لقيت روحي لبرا. دونك دخلت في النضال هذايا نتاع الاحتجاج، نطالبوا احنا اصحاب شهاده عليا اللي طالت بطالتنا نحبوا نخدموا في القطاع العمومي والوظيفه العموميه. يطالب العاطلون عن العمل من خريجي الجامعات في تونس، ويقدر عددهم وفق إحصاءات غير رسمية بنحو 100,000 عاطل، بإصدار مرسوم رئاسي ينظم عملية توظيف العاطلين عن العمل في الدوائر الحكومية حسب السن وحسب أقدمية سنة التخرج من الجامعة. للأسف الشديد أنه الفئة هذه اللي تشوفها فئة صحيح هي معطلة عن العمل، لكن ما هيش معطلة عن التفكير. اليوم يعني ارتأينا أنه نحن نقدم مبادرات، نقدم يعني مشروع مرسوم يعني يرتكز على المقاييس الاجتماعية. المقاييس هذه هي سنة التخرج وسن المتخرج يعني اللي طالبنا بها احنا، واللي كانت هي روح القانون اللي وقع التراجع عليه من طرف رئيس الجمهورية. ملف انتداب خريجي الجامعات مثل تحدي شائك لجميع الحكومات متعاقبة خلال العشرية الأخيرة، وتقول الحكومة الحالية إن عجز الموازنة المالية للدولة وتضخم كتلة الأجور يحول دون انتداب موظفين جدد في الدوائر الحكومية. عمليا لا يمكن للحكومة التونسية أن تستوعب المعطلين عن العمل في الإدارة التونسية، نعرف حجم الموظفين الموجودين في الإدارة التونسية، عجز الميزانية اللي فوق 9% وهو عجز كبير برشا، السيولة المالية غير موجودة، أصلا الحكومة غير قادرة ربما في الأشهر القادمة إذا كانت حصلتش على قروض على خلاص أجور الموظفين. منظمات العاطلين عن العمل لوحت بتصعيد حراكها الاحتجاجي، في المقابل تبحث الحكومة عن حلول لتطويق دوائر الاحتجاج المتمددة في قطاعات مهنية واجتماعية عدة في ظل تراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد. استئناف العاطلين عن العمل لاحتجاجاتهم تحد صعب يواجه حكومة نجلاء بودن في نظر خبراء في الاقتصاد، بسبب عجز الحكومة عن استجابة لمطالب هذه الفئة نظرا للظرف الاقتصادي الصعب. توفيق عايش، الحرة، تونس.